بما اننا فتحنا الموضوع بدري فانا عايز اكلم حضرتك في موضوع اخر، موضوع الاشاعات. هل موسيماني هيمشي من النادي الاهلي بعد ما هو لازم اقول السؤال يعني وعامل ايه، لانه في النهايه خلال الفتره السابقه حمله كبيره جدا جدا من الاشاعات منظمه ومنظمه. ده عاوز اقول لك على حاجه، اتفضل. ده غريب عليك؟ لا هو مش غريب عليا، بس احنا عايزين نقول للناس لو عند حضرتك معلومات على فكره. ما انا بكلمك يعني هو معلش ثانيه واحده، هو حد بيقول لحضرتك تقول ايه او تعمل ايه؟ لا 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 لا، هل حضرتك شايف او عندك معلومات بتقول، وحضرتك يعني انا عارف ان انت جوه يعني عندك معلومات كثيره، هل وده سؤال مباشر، هل السؤال المباشر موسيماني هيمشي من النادي الاهلي؟ انا المعلومه اللي عندي، لا المعلومه اللي عندي ان موسيماني مش جاي ياخد مرحله ويمشي، بل في طموح على مشروع كبير المفروض هو يتعمل. لكن حاله الارتباك اللي حصلت من وجهه نظري انا يعني كراجل، دي مش معلومه، دي وجهه نظر. لا لا، دي وجهه نظر. حاله الارتباك ايه؟ الارتباك مشيان المدرب المساعد واللي معاه، يعني اتنين مشوا. كانت الناس متوقعه انه في هناك بدائل ل مع موسيماني هيساعدوه، يعني طيب. انت عندك، انت مشيت دول ها، والناس قاعده تسال وتجرب وتشوف ايه الحكايه والقصه. نعم. والراجل حس مثلا من ناحيه ما افصحش وما قالش ان هم مشوا ليه. لكن قيمه المشروع لما تعمله مع الاهلي لازم يكون مشروع متكامل. الناس بتنسى دايما، احنا بطبيعتنا نسينا خلاص كل اللي حصل. ايوه خلاص ندمنا على اللي عملناه في افريقيا. سبحان الله، كان طموحنا افريقيا، يعني كان طموح المشهد الاهلاوي كله ايه؟ افريقيا نصير سبع شهور بطولتين. فلما رجعت افريقيا ورحت واخد بطولتين وهوبا سوبر هوبا كاس العالم، فالناس نسيت ايه؟ لان الموسمين دخلوا في بعض، اعتبرهم ايه؟ ما جاتش في موسم وموسم. جت خساره الدوري، وبعد خساره الدوري طلع الراجل قال كلام، هو بيتكلم حلو على فكره، قال كلام جميل مرتب ان انا اتعلمت وشفت وبتاع، لكن لازم يتبع هذا الكلام شغل في الملعب. شغل في الملعب. بص يا كابتن اسلام، اتفضل. الناس زعلانه ليه؟ رغم كل اللي يعني اللي عملوا مسابقه، الناس زعلانه لانه نفسها شكل الاهلي اللي هم اتعودوا عليه رقم واحد. ممكن الاهلي طول عمره، اتفضل، طول عمره شخصيته اللي انت متابعها وانت كنت لاعب وعنصر اساسي على مدار السنين، انه فريق ما بيستسلمش، ما بيستناش اكسترا تايم ولا كده، لا بيلعب واخد دقيقه وخلص، يعني جزئيه من الجزئيات القويه. معلش قبل ما تكمل النقاط الثانيه في النقطه دي تحديدا، هل ده ممكن احدده في ماتش؟ لا مش مساله تحدده في ماتش، معلش. بس عايز اقول لك على حاجه، فضل. انت قيس على جزئيه يعني مباريات الدوري. مباريات الدوري انت في لقطات، انا كده معاك، في لقطات في لقطات تستوجب بامانه. وعايز اقول حاجه، اتفضل. اللي بيحب المكان ده وبيحب الاهلي، هناك يا جماعه نوعين من النقد، في نقد بناء وهادف انك انت تنقل المصلحه وتوجه، وفي نقد بقى اللي هو النوع الثاني ده احنا ما لناش علاقه بيه لانه ده بيبقى مبني على حسابات اخرى احنا خارج منها. انت في جزئيه دي الناس زعلانه شايفه، وناس قامات كبيره اهلاويه بتقعد تحكي وتتكلم، نفسها الاهلي يرجع ان هو الفرقه الثابته في الملعب. انت عندك زي ما بقول لك المشكله دي واضحه، مساله انه على مدار مسابقه الدوري حصلت عندك ايه؟ دفوهات غريبه في ماتشات. افكرك باول ماتش المقصه، الاهلي لعب شوط غريب جدا، لو احنا عشان الشوط الاول لو تفتكر انت، الناس كلها تاكيد اللي بيحصل ده، لعيبه مستعجله بتجري قبل الكوره ولقطات، بعد كده بدا المستوى الكيرف وينزل. كان المفروض وقتها يا كابتن اسلام يبقى هنا في ايه؟ وقفات. بس احنا قلنا ساعتها عشان برضو، وهو ليس تبرير، ما انا مش مستبرير، الاجهاد والسفر الكتير وكذا 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 كان له دور في شكل اداء النادي. انا بس احنا قدام ده كل الكلام، احنا مش مختلفين، وتقصير اللاعبين وتقصير الجهاز الفني وكل جزئيه. انت في الماتشات الاخرانيه حتى في ماتش السوبر، انت شفت ضغط بلعيبه الاهلي على المنافس في الكوره؟ انت خسران كل المواجهات الالتحامات الفرديه، بس هو دي من النقط. عايز اقول لك اتفضل، ده دي هي مصدر قوه الاهلي في تاريخه كله. صح، يعني لا بدليل الاهلي لما لعب الزمالك بالناشئين وكسب 3-2 في 85، انت شفت الفرقه في المراكز عامله ازاي؟ بتلعب قدام مين؟ قدام نجوم مكسرين الدنيا، كوارش وفاروق جعفر والناس دي كنت تسمع عنها تخاف منها. فانت شوف اللي هي الروح، اللي هي روح الفانيلا بامانه شديده قلت بصوره او باخرى. لم يعد الجمهور الاهلاوي اللي هو جمهور الاهلاوي يحب اللعب بالشوكه والسكين، لا الاهلي جمهوره لعبته في الملعب وحوش واقفه حتى بكل المنافسات. موسيماني ها عمل شكل وفي طموح من نفسه انك انت
نفسك تعمل تجربه سان داونز. بس يا جماعه الاهلي مش سان داونز، الاهلي عليه ضغوط كبيره جدا، عشان سان داونز فرقه كبيره وعظيمه ولعبه جدا، بس ما فيش الجمهور والجو اللي انت عايش فيه. انت كل ما بتعمل دماغك كده سيب الناس قبله تساله بطوله. يعني عاوز اقول لك بطوله بالنسبه لك. فاللي انت عاوز ايه، انت النهارده في حاجات يا كابتن اسلام اعتقد محتاجه وقفه. جمهور الاهلي لازم يبقى عارف كويس جدا انه الهدف من اشاع من الاشاعات المتتاليه وقص وقصص وحكايات لم تحدث، والكابتن خطيب اجتمع وقرر يعمل وهيشيل ويجي. بص ما خلاص، انت مش عارف ورا الجهاز ده مين اللي بيديره. انت قاعد بتتلقى منك حواديت وقصص بتكتب وتنسج بذكاء شديد جدا. الهدف منها ايه؟ الهدف ان انا ايه، اوقعك واهزمك قبل ما تنزل الملعب، زي ما حصل مع فايلر لما حصلت الازمه. انت نفس التكرير، مش عاوزك خلاص نجح معاك فانا عاوز امشيهولك. أيوه. ده راجل خلص الدوري قبل ما ينتهي بفارق 20 نقطه عن اقرب المنافسين. فالناس في نجاح موسيماني لازم تجد في الطريق، بس لازم موسيماني يكون واخد باله من الكلام ده. أوكي. انا وجهه نظري انه ما عادتش الكوره زي الاول، ان المدير الفني اللي يقدر يقوم بكل حاجه يا كابتن. لازم عندك تدريبات تخصصيه للعيبه. يعني انا شاهدت وعاصرت فتره الله يرحمه الكابتن سيد بطل، فتره الالمان اللي خد فيها الاهلي الدوري 7 مرات رغم انه ما كانش في افريقيا. انا شفت اليوم الكامل مع الالمان، شفت حاجات اول مره اشوفها في حياتي. شفت لعيبه بتتعلم ازاي تتمرن الصبح والدور بص عايز اقول لك ايه، بجيب ناس تشتغل. اوكي. فالاهلي في هذه الفتره بامانه شديده ايوه محتاج نظره للجهاز الفني، محتاجة نظرة تمرينات تدريبات تخصصية كتير جدا، محتاج شغل على السلبيات، محتاج ان احنا نسمع. بس ايه؟ نسمع للي فاهم. يعني ما يكونش منطقي ده ممكن يحصل الفترة اللي جاية.